أهلا بكم. تيك توك العرب عبارة أصبحت اليوم تصنع ترند عبر مختلف الوسائط الاجتماعية وسبيلا للباحثين عن صنع الحدث والشهرة، غير أنها بالمقابل وضعت القصر داخل زنزانة التهديد والابتزاز. دنيا فتاة تبلغ من العمر 15 سنة اختفت في ظروف غامضة. اختفاؤها جاء بعد رهانها في جولة عبر تيك توك انتهت بهزيمتها ليتم تنفيذ الحكم الافتراضي في حقها. فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمقاطعة الإدارية للشرطة القضائية بباب الزوار باشرت التحقيق في القضية بعدما تقدمت والدة الفتاة القاصر للتبليغ عن اختفاء ابنتها. حيثيات وتفاصيل مثيرة عن قصص قصر تعرضوا لجرائم الاختطاف، التهديد والابتزاز، ننقلها لكم في هذا العدد من تحريات. من خلال استخدامك لتطبيق التيك توك تلاحظ أنك بدأت في مقارنة حياتك وطريقة معيشتك مع الآخرين حتى تعتقد بأن العالم يسير على نحو أفضل بكثير الذي يجعلك غنياً ومشهوراً بكبسة زر. تقدمت سيدة إلى أمن المقاطعة الإدارية لباب الزوار للتبليغ عن اختفاء ابنتها القاصر. نخشك وعلى جلب انت راحت لي من الدار. قدمي لي البطاقة تاعك. بنتك شحال في عمرها مدام؟ 15 سنة. دوك نتصل بالفرقة المكلفة بالأحداث. قام الشرطي بتوجيهها إلى فرقة حماية الأشخاص الهش التي تختص في معالجة القضايا المتعلقة بالقصر. تم استقبال السيدة من رئيس الفرقة للاستماع لأقوالها. مساء الخير حاضر، جيت نقدم شكوى على جلب بنتي. بنتي راحت لي. ثمانية ومازال ما دخلتش هذه الطفلة. يا ترى وين راح؟ يا ترى ونهايه الطفله ونراهي وراحت. يا ربي فرج، يا ربي بيكون حلو. يا ربي الو، واش راكي يا بنتي؟ كي مليحه؟ لاباس ماما؟ كي مليحه؟ الحمد لله يا بنتي. ما سمعتيش كش حاجه على دودي ولا كش ما قاتلك وناي رايحه؟ عباك راهي شاك فوا ديرها لي كل دو جوغ ولا طول باش تدخل. بصح اليوم طولت بزاف واني مقلقه عليها. يا بنتي كش ما قاتلك قولي لي، ولا الا عيطت لك ولا عيط انا نعيط لها ما يشترفد لي. حمر وجهك يا بنتي. صحيتي صحيتي. شحال في عمرها بنتك؟ 15 سنة وما بلغتيش عليها. تعاونوني نرجع بنتي. صرحت الأخيرة أن ابنتها دنيا البالغة من العمر 15 سنة خرجت من البيت في غيابها. تعودت الفتاة على تصفح مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق التيك توك، حيث تأثرت بشكل كبير بمستخدميها الذين يعرضون تفاصيل حياتهم. كيفاش خرجت الطفلة وش مسبة خرجت؟ تبع لي زانفليونسوس، قالت تشوف التيك توك تقول لي ديري لعب. انا لا غالب عشتي هذه ما قدرتش.
واش ديري لها؟ تقولي ديري لي اشري لي خرجيني خليني نروح مع البنات. عندها تليفون؟ عندها؟ عندها. تاعها ولا ديالك؟ تاعها هي، شريته لها ليها. يعني بنت يعني سي اون تري بيل في، سي اون بوتيت جون في توت انوسونت، يعني كما قال لك كي تشوفيها تشوفي البراءه. هالطفله هاديه استغلت بابشع الطرق. هكذا تغيرت تصرفات الفتاة وكثرت طلباتها إلى أن قررت مغادرة البيت في ظروف غامضة. واش انتي نهار كامل مع التليفون؟ تحشميش على روحك؟ بطاطاني سكر في جنودي. شوفي مدام، راح نبوزي لك كيكو كيستيون، مادا بيا انا تكوني صريحه معايا، ما تخبي علينا حتى حاجه. راكي جيتي لعندنا باش نصيبو بنتك، ولا خبيتي علينا احنا ما يساعدناش الحال. واش تعرفي على بنتك شكون معاه من راهي الدور، شكون صاحبتها، شكون اللي ديرنيامو تقرب منها؟ انا حابه نقول لك من كلا الجنسين. هي عندها صاحبتها وحده برك، عيطت لها قالت لي ما على باليش، قالت لي ما تلخرن ولا ما تحكي ليش واش يدير، ما تقول لي والو. شفتها قالت لي شفتها تبدلت، مي ما على باليش وني حبات الحق، قالت لي ما حبت تقول لي والو. لاباسك مليحه؟ الحمد لله. وراي اختك؟ اي في الدار. علاه؟ عيط لها ما ريبوندات عليا. ماما نحت لها التليفون على جال تيك توك، قالت لها نهار كامل نتيا في التيك توك شويه على جال القرايه. معليش كي تروحي الدار قولي لها نسحقها ارجون تجي ليا للدار. صحيتي. هذه صاحبتها ما شافتهاش معاه كاش واحد، كاش وحده تقرا تما معاهم في سويام، كاش وحده تقرا في ليسي ولا في كاش سويام قريب ليهم. ما قالت لي ما تلخرين ماش تحكي لي، بنتي تبدلت بزاف، تحب تشوف تو سكي على باج، تو سكي مودرن، تو سكي حاجه جديده في لا سوسيتي. تو سكي طاحت في اون باج، هذيك لا باج هذيك اثرت عليها بطريقه جد جد سلبيه. مولفة تبعت لها عند اخر اي مولفة بارطاجيو كيف كيف باغ اكزومبل، واش يبارطاجيو صابر زعما تاع الصحبه تاعك؟ كل خطاك زعما تاع تحكي شغل بلي انا عندي صاحبتي وحده، بعد لي مات الاخرين ولا تتبع لي تيك توك تقول لي يا ماما علاش انا عايشين هكا، انا حابه نعيش كيما هما، انا حابه نخرج، انا حابه ندير، ولا تعيط عليا مام صاحبتها ولا ما تهضرش معها بزاف، ولا تدير لي لايف. قالت لي صاحبتها ولا تدير لي لايف ولا ما على باليش، باسكو علاش هي انا بنتي جابت روحها ما تقعدش معايا، تبقى غير تقول لي حابه نعيش عيشه تاع ليزانفلونسوز. هاد الطفله قلت لك مومون دوني رفدت لك هبه تاعها، هي باباها ربي يرحمه الفي غير هي ولا ماما تاعها، اما انسانه مكافحه يعني باش تلمد لقمه العيش تاعها. الطفله هذه حبت تعيش معيشه ماشي هذيك المعيشه، اي بورتون كان عندها كلش، تقرا عندها يعني الاساسيات تاع الاساسيات، دير لي كور تاعها، واش تطلبوا كانت الام تاعها توفره لها. فهميني وشنو اهدري؟ وش بيك؟ وش خصك؟ وشنو انت هدريش؟ وش بيك اهدري؟ الناس هادو مالك تشوفي فيهم معايشين قراو كملوا قرايتهم وخدموا، ديري واش داروا هما؟ صبيرك انتي غلقه ليا في الدار، دار قرايه. لا غالبك تشوفي معايشنا كيفاش دايره، واش راكي حابه ندير لك؟ قراي وكملي قرايتك وخرجي وحوسي، وما كاش اللي يشدك. اقراي لي كملي قرايتك خرجي كيما هما، تي اللي تنحي لي الغمه يا بنتي لا ما على بالكش. لو فيكو تاع لا بيرسون هذيك اللي كانت حطاته في المحتوى تاعها سي تان فيكو يوصف لك جنه فوق الارض. الطفله هاديه نصاحت ورا هذيك الاخر، ال سي ابوني مع هذيك لا باج هذيك، ولات دير لي كومونتير، ولات هي تاني اللي كانوا يديروا لي كومونتير لا بيرسون هذيك، ولاو هي تاني كيشغل ولات محادثات بيناتهم.
كي تشوفي لاباج هذيك تشوفي هذا يكومونتي لهادي وهادي تكومونتي لهذا وهذا. انت بنتك كي كانت تهضر لك على هاد الناس هادوما تاع اللي تشوفهم في لي ريزو سوسيو، علاش ما سيتيش تقنعيها وتفهميها بلي هادي هي ماشي هادي هي الحياه، هذا كاع عيتك سي 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 من صنع الخيال، ماشي حاجه لي لي ماشي واقعيه، ما كانش منها هاديه. حضرت سيت نفهمها، سيت نهضر معاها كيما درت لها، ما حبش تفهم ولا تدير لي لايف ولا يشوفوها الناس تبهديله، واش نقول لهم يدير التحديات يا مدام. ما حبش تفهم الحاجه اللي كنت خايفتها هاي صرات، بنتي خرجت لي من الدار. البنات كامل راهم عايشين حياتهم، يركبوا في طوموبيلات، ياكلوا مليح، يلبسوا مليح، يفواياجي وقت ما حبوا. غير ما خرجتيني يا بنتي، هذوك هما اللي هم لابس بيهم وقراو، حنا الله غالبك تشوفي عيشتنا هاي اللي عيشتنا كيفاش دايره. نورمالمون نحمد ربي اقراي وفرحيني، انت هي سلاحي على بالك. الله يهديك يا بنتي، واش حبيتيني نقول لك؟ انا عييت من هذه الطفله، انا عييت، عيتني. فهميني برك، راكي تقولي راهي دير لي لايف يا حضرات، شافوها صحاباتها، شافوها الجيران، شافوها لافامي، زاد شافها خالها اللي كنت خايفه منها، عيط لي بهدلني. معليش باش ندير، عاونوني. راهو خوك او على بالو بلي طفله صغيره. انا استشكى برك، زيدو خاوتي كبسوا، بحثوا لي لايك لي كور، نستنى فيكم. هذا مكان استشكى. عندك نيميرو تاع صاحبتها؟ عندي نيميرو تاع الطفله. عندك نيميرو تاع يماها؟ بس كي كانت تروح ليهم تقدري تعيطي لها دوكا. الو السلام عليكم مدام، واش راكي صافا؟ انا يما دودي. مدام تقدري تقولي لبنتك تعطيني الاسم تاع تيك توك تاع بنتي؟ بس كي هي اللي تعاوننا. حضرتك كتبي دودي؟ دودي يعطيك الصحة مدام، تعيشي ربي يخليك. حقا مدام، كي خرجت الطفلة من الدار دات معها حوايجها؟ دات نص حوايجها، لافاليز تاعها ما كاش، ومن هذاك النهار ما بين خبر كان ميم با تي ميساج، هكا ميساج صغير تقول لك يا ودي ما تقلقيش عليا راني مليحة. ما كان لا ميساج لا والو، حتى خبر منها اللي خرجت. ما قدرتش نصبر عليها، قلبي يتحرق يا حضرات، عندي عين واحدة. مدام على بالي قلبك راه محروق، على بالي بصح. شوفي ديري في بالك مادام راهي دير لي لايف سافو دير راهي بور لو مومون راهي الحمد لله راهي عايشه. دوك حنا اللي علينا نكتب نديروه. شوفي مادام، حنا باش نبشروا الاجراءات دوك نسمعوك انت على محضر رسمي، نخبروا وكيل الجمهوريه، وان شاء الله بنتك كيما قالك قبل ما تخلص هاد السمانه ان شاء الله تكون عندك. وشن هو انتيا تتعاوني معانا حاجه ما قلتيها ليش دوكا تفكرتيها، نخليو لك رقم الهاتف عيطي، ولات الطفله عيطي لنا تاني وقدميها لنا غدوه من داك هكا. على اثر المعطيات المتحصل عليها من والده الفتاه القاسم. نعم مدام، جيت قدمتي عندنا باش تقدمي شكوى. انا واش عندك مدام؟ انت خرجت لي من الدار. شحال في عمرها بنتك؟ 15 سنه. مدام بطاقة الهوية تاعك احنا عندك، معليش اعطيها لي برك. وبنتك عندك بطاقة هوية؟ عندها بطاقة هوية، جبتيها معك؟ اعطيها لي تانيك. تم فتح تحقيق على مستوى فرقة حماية الأشخاص الهشة بباب الزوار، حيث باشر أفراد الفرقة التحقيق في القضية للوصول لمكان الفتاة في ظرف قياسي. تمت الاستعانة بمصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية لتحديد مكان تواجد الفتاة انطلاقاً من صفحتها عبر التيك توك. تمكن هؤلاء من تحديد مكان تواجد الشخص الذي يستعمل الصفحة التي تظهر الفتاة مختفية عبر تطبيق التيك توك.
بعد تمديد الاختصاص والحصول على وثيقة الإذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، توجه المحققون إلى عين المكان. بمقر الفرقة تم استدعاء والدة الضحية دنيا. خلاص دوكا نروحو دوك يماك مع يماك، دوك نتفاهمو مع يماك، تبدا صحة جديدة معاها. هكا بنتي راكي في عمرك 15 سنة، هذا هو لافونتاج ديالك، راكي غلطتي وانتي صغيرة، بصح هاد الغلطة هادي ما تعاودش. حنا ولادنا حنا سقموهم، وما يمام يماك مسكينة راهي شايطة عليك. هكذا كان اللقاء. الاحترافية في التحقيق والسرعة في التنفيذ مكن المحققون من استرجاع الفتاة سالمة لأحضان والدتها. يا دنيا ما زيديش تعاودي، أنا ماماك، أنا سمحت لك، ما داروا لك والو بنتي، قولي لي. مع بالتنسيق بيان سور مع فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكننا من تحديد الموقع تاعها والمكان تاعها. بالعودة إلى مكتب التحقيق تم الاستماع أولاً لأقوال الفتاة القاسر بعد عرضها على طبيب مختص. بهذه القاعة الخاصة قامت رئيسة الفرقة بالاستماع إلى تصريحات الفتاة بحضور والدتها. هي ملي كنت صغيرة اسمي دنيا ويعيطوني دودي، كنت نحب ندير لي لايف ندير لي فيديو باسكو نحب وحدة تيك توك معروفة بزاف، شفت لي ستوري تاعها لي فيديو تاعها، تخرج تلبس مليح دير لي فواياج، عجبتني وكنت متعلقة بها بزاف، ثم حبيت نكون كيما هي. كنت ندير لي فيديو لي لايف كانوا يطلعوا لي في ليفو، ومن بعد كاين واحد كان يدير لي غير لي جادور على لي فيديو كامل. كجور تاع لي فيديو اللي كنت ديريهم؟ لي فيديو كنت ندير فيهم احكام، وكي نخسر يعطوني احكام نديرهم، كي نربح هما يديروا الاحكام تاعي. صح دودي، هاد الاحكام هادوما كيفاش ديروا هاد الاحكام هادي؟ ما فهمتش انا الاحكام هادي واش هاد الاحكام. هي فيها تحديات وزعما يكونوا زوج في اللايف، وزعما واحد يخسر فيهم عنده زعما بشروط احكام. شغل ديروا ان كونطرا بيناتكم، قال لي يخسر فينا لازم يدير واش يقولوا اللي ربح، حتى انه يدوموندي نيمبورت كوا، نيمبورت حاجه ديريها لازم. هذا هو لو ديفي ديالكم. ايه وانتيا شكون اللي كان يربح، انتيا ولا هو؟ سا ديبون، من داك نربح من داك هو يربح. صح دنيا، قولي لي كي دخلتي معاه اون ديسكوسيون واش كان، واش دوموندالك؟ كان حاب يدير معايا كونيسونس، قال لي ندعمك، قال لي زعما الحبسه اللي كحبتها انا نجيبها لك. اسمه انا قلت بلي هذا هو الشخص هو اللي زعما حي يطلعني وتون يطلع لك ليفو. سي لي فيو كانوا عندي، تقول كنت سحب بلاصة ودارنا ما كانتش زعما فور باش ندير فيها لي لايف. ما كنتش نخرج كل يوم، ماما عندنا غير قراية الدار، سما كانت شوية معقدة الأمور. البيرسون هذيك قنعتها باللي تقدر دير خير من اللي راهي اللي راهي دايرة هذاك المحتوى لو كونتوني تاعها. تعرفت الأخيرة على شاب في إحدى جولاتها حيث وعدها بأنه سيدعمها. وقتاش وقفوك يا ناصر الشرطة؟ اليوم. واش كنت رافد معك في الحبسه؟ كنت معايا طفلة في الدار. طفلة؟ شحال في عمرها الطفلة هذه؟ 15 سنة. يسمع بك بنتها في عمرها 15 سنة؟ على بالي. تم الاستماع لأقواله حيث صرح بأنه يستهدف القاصرات لسهولة استدراجهن. وي واش صافا؟ لا باس، والله الحمد لله.
الحمد لله. الدار هذه تاعك؟ هذه الدار تاع خويا، عايش فرنسا. دوكا احنا انا وش ندير؟ ندور في تيك توك نشوف هذوك الجولات، هذوك اللي يديروا جولات ومنها. كي نشوف طفله تكون شويه صغيره في اللاش، ندخل نهضر معاها. واش كيف لاباس؟ والله غير الحمد لله. اسمع هذيك الاخرى هذيك ما مشيت ليش. شكون الطفيله هذيك؟ ايه مشيت ليش كاع. والله غير صراحه ضحكت لي. انا نورمالمون دبرت وحده، بعدت لها سبعة جاية تجري هاك معايا. دوكا مانيش عارف، انت لازم توقف معايا. وقت تعرف شغل البنات هذو ما تاع دوكا شغل يحبوا يعيشوا كيما لي زانفليونسز ومنا غريب. اي والله انا ما انفيستي في تيك توك، تسمى نبعث لهم سبع. كي نبعث سبع شغل كي واحد يبعث لك سبع حاجه كبيره، تسمك شغل هي تطمع. أيوك شغل ندخل نهضر معاهم في بريفي نقول لهم حسب بلي ندعمك. قام المشتبه فيه بدعم الأخير لكسب ثقتها أولا. كانت تلعب في جولة منه، بعدت لها سبع هيك شغل أتيريتها كمعايا في أتيريتها. هي وش دارت؟ دخلت نهضر معاها في البريفي، دخلت نهضر معاها في البريفي منه. أيا انقبضت لي. وقت تعرف هذو تاع من 14 لل 17 سهلين. صح. شوفي دنيا دوكا، قولي لي ومن بعد كيفاش قنتك تخرجي من الدار؟ هو ولا يبعث لي فيديو دارهم كيفاش دايره، كيفاش ياكل برا، عنده طوموبيل شابه، يخرج يحوس. تقولي كل يوم صح. هيا دوكا راهو قنعك باللي عنده حياه هايله، وانت يا راح تعيشي بالك حياه خير من هذيك. كنت ديجا هدرت معاه ديجا في التليفون، قال لي محسوب اذا كي حابه تعيشي كيما انا تحبي نجي نديك نجي نديك. ايا بعد انا زدت هدرت مع ماما باللي ما تولى قطعت لي اسم الماما تولى ما عندهاش. سبع واش حبي يقول سبع؟ هذا كي نبعث سبع معناتك شو طماتها. كي نطمعها من بعد نهضر معاها في البريفي، نهضر معاها في البريفي، نزيد نطمعها نقول لها يودي بلينا عندي لي زابوني وندعمك ومنا باش تعطي لي هذاك الشخص اللي راك معاه تما ينتبه عليك ويجاوب معاك. من بعد انا واش ندير؟ نلعب معاها جوله. كي نلعب معاها جوله شغل انا نعطيها الحكم واش دير. شغل تحدي، كي نلعبوا هذا التحدي لازم واش نقول لها دير الدير. تحدي هذا سيستم تحدي هذا التحدي هذاك احنا شرط لها باش تخرج من الدار. باسكو كي كنت نقصر معاها من قبل ديجا هضرت لها على واحد الانفليونسيز ومنك شغل هضرنا عليها. شغل كانت تقول لي راني حابه نولي كيما هي. يتسمك شغل هضرت معها قلت لها ماشي مشكل ندعمك ومنا باش تولي اكثر منها. في احدى المرات قام بلعب جوله. يا ودي نعرف وين تسكني، نعرف كلش، نجي نديك برك. مع دنيا حيث فاز في التحدي. هاي خلاص تاكر ماشي مشكل. وحكم عليها بترك منزلها. كانت الفتاة تتواصل مع الأخير بصفة مستمرة مؤخرا بعد ما تفهمت معها. قامت بتحضير نفسها وتجهيز حقيبتها. اتفق الاثنان على موعد. وي وين راكي؟ سيبون اني واجده، تلقى في البلاصه اللي تفهمنا ليها. هاي اكتيفي خلينا نروح. هاي اوكي صح صح. جا عندك في طوموبيل، جا عندك الاخر عطيتي له بلاصه تلاقاو فيها. كيفاش درتي؟ كيفاش وين تلاقيتو؟ درنا بلاصه نتلاقاو فيها وهو جدني بالطوموبيل. رحت ليها عيطت لها، هي كانت تقابر في يمها تخرج. كي خرجت يمها هبطت ليا ركبت معايا في طوموبيل ورحنا. وانتيا كنتي خملتي حوايجك وديتي كلش؟ كي خرجتي من الدار ما كانت في الدار ولا خليتيها حتى خرجت؟ لا ما كانتش في الدار، خرجت. استغلت الفتاة غياب والدتها عن المنزل. يا انا راني في البلاصه اللي تفهمنا عليها. ايه اوكي ني جايه ليك. صح صح
وغادرت المنزل. صح طولتي. المهم مني جيت ديماري. مخفتيش؟ النهار الأول كان بيان، كنت غير أنا وواحد الطفلة كبيرة عليا. قعدنا هذاك النهار. مش كله هذيك الطفلة أختو. قال لي بنت خالتي نورمالمون. بنت خالته ولات. والدار ماشي دارهم. دار خوه اللي في فرنسا. صحة. فارغة ما يجوش ليها الغاشي، سما هنا كنا فيها. صحة. رحنا للدار وهي كملتك شغل خدمة هذيك شغل تيك توك. مامك شغل احنا ياك شغل نجيبو هادو لي مينر يديرو هادو الجولات ومنا والدراهم هادو ما كامل يدفيرو في الكونت تاعي. يعني ومن بعد؟ أما دفلي جوغ الأخرين تول ولي تبدل المونوبول. أنا في الحقيقة غلطت يا شيف، نغريت شتهم في تيك توك يهضروا على الدراهم ربح سريع ومنا ومامو ما يحبو شيف. Elle s'est rendu compte بلي هذاك c'était pour gagner un peu d'argent et se faire connaître. Mais après كي عرفت بلي روحها بلي ما عندها حتى فايدة فيها، بلي المستقبل تاعها راح تزيد تضيعو لو كانت تكمل. Elle s'est arrêtée. Sur le minerai de Sadouma. C'est lui. Maman, c'est ma hélé. Maman, c'est ma hélé. يعني نستسمح يعني للمواطنين، يعني دي فوا رانا نستعملوا واحد العبارات يعني هذا واقع، ما راناش نهضروا حاجه ما راهيش يعني واقعيه. هذا كاع يعني راهو صاري باش على جال لا موفيس انفلونس، هذا التاثير السلبي اللي يمارس على ابنائنا. يعني لو كان ما داركوش الامر، لو كان يعني من حتى ويوش الأطفال تاعنا والأبناء تاعنا، يعني هاد أبناء اللي رانا نشوفوهم يعني مستقبل الأمة تاعنا راح ما يعطيونا والو. يقظة واحترافية الشرطة مكنتهم من استرجاع الفتاة دنيا، لكن نشاط منحرفي مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال متواصلاً. هؤلاء يستهدفون المراهقين لسهولة استدراجهم في العالم الافتراضي ثم استغلالهم على أرض الواقع. للنقاش في الموضوع نسعد باستضافة الأستاذة فريدة عبري. مرحبا بك أستاذة في برنامج تحريات. شكرا جزيلا أستاذة. أستاذة إذا أمكن تعطينا الإطار القانوني في هذه القضية. هو صراحة أنا وأنا نشوف في هذه المشاهد صراحة تأسفت وشعرت بنوع من التخوف على مستقبل أولادنا وبناتنا لما نشوف بنت عمرها 15 سنة بهذا التمكن من الأداء وبهذا يعني وكأنه ما لقات لا حسيب ولا رقيب، حتى الخوف تحسي أنه ما موش موجود. يعني ممكن لو بنت بالغة يصدر منها هكذا تصرفات نقول بلاك وصلت إلى مستوى الاكتمال العقلي. نعم. لكن بنت صغيرة عمرها 15 سنة تتعرض لكل هذه المآسي من طرف أشخاص بالغين، أنا تعرف أنه فعلا أولادنا اليوم رهم في خطر بفعل مواقع التواصل الاجتماعي. أنا شفت هذه القضية من زاويتين، الأولى اجتماعية ونحمل فيها كل المسؤولية للوالدين لقاء الشيء اللي وصلت له البنت هذه، والمسؤولية الثانية هي فعلا موجودة مسؤولية قانونية موجودة على مرحلتين. المرحلة الأولى يسأل هؤلاء الشباب أو هذاك الشاب بالتحديد اللي ربط علاقة مع البنت هذه عن جنحتين، تحريض قاصرة على الفسق وفساد الأخلاق، وهذا الشيء راه معاقب عليه قانونا وفقا لنص المادة 342 من قانون العقوبات. نعم. وحسنا فعل المشرع لما وصل العقوبة إلى سقف 10 سنوات. يعني هذا هو اللي يعتقد أنه بنات الناس راهي سايبة. نعم. سقطوا القاصرات،
يعتقد انه لما يدنا للبنت قاصره فممكن حقوقها القانونيه غير موجوده او شيء من هذا القبيل. عفوا صديقتي، واش تلحق العقوبه الى حد 10 سنوات؟ لما تكون البنت هذه قاصره. ونزيدك من البيت شعر الاستاذه ليك، واكيد الساده المشاهدين بيعرفوا كاينين واحد الاسطوانه راهي تمشي بانه القاصره لما تمشي معاك بارادتها. نعم. ولما القاصره تكون موافقه على هذا الشيء وما تتعرض لا للعنف ولا للتحايل ولا للتهديد، معناتها راهي مباحه دير فيها واش حبيت. نعم. احنا نقولوا لا كان غيرك اشطر. القانون الجزائري يقول انه حتى لو كان ابعاد القاصره او تحريضها على الفسق او اي من السلوكات غير القانونيه وغير محموده العواقب، ولو تم بإرادة القاصرة وبرضاها، روح أنا قاصرة وراني قابلة نمشي معك. نعم. في هذه الحالة القانون لا ما عندوش اعتبار لإرادة القاصرة بقبولها أو رفضها. هنا المساءلة الجزائية للأشخاص اللي ورطوا البنت القاصرة في هذا المستنقع، سامحوني على الكلمة هذه لأنه مستنقع حقيقي، عندهم جنحتين، الأولى إبعاد قاصرة، ويتحقق هذا الإبعاد بإجبار القاصرة من مغادرة مقر الأسرة تاعها إلى وجهة أخرى غير معلومة من طرف الأسرة وبدون إرادتها، هنا تصل العقوبة إلى سقف 5 سنوات. لكن فيما يتعلق بتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق وتحوير ربما عقليتها الأخلاقية إلى وجهة ما يمكنش توصيفها إلا بالخطيرة، هنا تصل العقوبة إلى 10 سنوات مع غرامة مالية. لذلك احنا ماذا بينا دائما انه القانون اللي اعطاه دائما نظره نقدر نقول انها وفق الى حد ما في هذه النظره بتشديد العقوبه لما يتعلق الامر بالقصر. ان نوجه عنايه الساده المشاهدين لما يلقاو طفل قاصر في وضعيه خطر، لما تشوف بنت قاصره مع واحد بالغ يبدو انه ماهيش علاقه تاع خوها ولا باباها، علاش ما تروحش تبلغ؟ وعلاش ما تروحش تحكم هذاك الشاب وقال واش علاقتك بالبنت هذه؟ الى متى احنا خايفين؟ رانا نشوفوا بنات قصر يتعرضوا للضرب والتهديد في الشارع، ولما نجيو نحكيو يقول لنا انتم واش دخلك وانت باباها ولا خوها؟ هذه هي العقليه اللي اذا ما درنالهاش حد، والله يا استاذه غير اولادنا راح تقريبا السواد الاعظم منهم راح يكون مصيرهم الاخلاقي مجهول. خاصه انه دوكا اولاد صعيبه على الاولياء انهم يتحكموا بالابناء تاعهم، بما اننا في زمن الرقمنه استاذه. اكيد، لانه احنا اليوم وصلنا الى زمن الرقمنه. انا معاك انه الوالدين قالوا انه الله غالب ما قدرناش نسيطر على اولادنا امام هذا تسونامي لمواقع التواصل الاجتماعي اللي ما نقولكش فقط حتى القصر بما في ذلك البالغين، اصبح من المستحيل انه نتحكموا فيهم. اليوم البنت القاصره لما الوالده تنصحها او باباها ويقولها يا بنتي تلهي بقرايتك، تلهي بمستقبلك، راه كاين حاجات اهم من انه تبرزي مواهبك اللي هي ما كانش من الاساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راهي تتهمهم بالتخلف، تتهمنا بالجمود العقلي. رما ياما بنات قالوا لوالديهم، قالوا لهم انتم ناس مازالكم عايشين في العصور الوسطى، ما تعرفوش الحضاره، ما تعرفوش التمدن. كل واحد البنت تقول ليماها، وهذه انا نقولها ويشهد ربي عليا، انا كنت نزيد عليها، قالت ليماها يا يما كل جيل وزمنه، مانيش مجبره نعيش معاك في زمن التسعينيات القرن الماضي، احنا جيل 2023 و24 من حقنا هذه التكنولوجيا. ولا واحد قال لك ماهيش من حقك، وما طلبناش منك تعيشي في غار ولا في كهف، ولكن قلنا لك استعمال العقلاني لهذه المواقع. لذلك انا قلت لك جزء من المسؤوليه عما وصل اليه ابنائنا القصر، سيما للبنات، احنا نعرف مجتمعنا كيفاش داير، قد يغفر للذكر ولكن ما يغفرش للبنت، انما هي مواقع على التواصل الاجتماعي. معظم الموقوفين يقول لك باللي القاصره هذه جات لعندي بارادتها، وهذا هو، وكانهم يحاولوا يلقاو شماعه لاخطائهم التي لا تغتفر. ولكن والله العيب ماشي فيهم سيدتي الكريمه، العيب في اللي رباهم. معلموهش انه بنت الناس هذه كيما اختك عندها حرمه، بنت الناس ثاني عندها حرمه. نعطي لك ابسط مثال ونعرفوا وين وصلنا بهذا المجتمع، قلت لك الى مستوى ما وصلنالوش منذ سنوات. لما نكونوا نمشيو في الشارع وتلقى شاب يسب في شاب اخر، وتكون انا جايزه عليه، انا مباحه يسب امامي عادي. لما تكون يماه ولا اخته جايزه في الطريق يقولوا لا شد فمك راه يما ولا هذيك اختي، يعني حلال على حرام عليكم وحلال علينا احنا كمواطنين ان نسمعوا كلامك. نفس الشيء نشوفوا مثلا لو اخته البنت هذه ربطت اللي هي شقيقته ولا بنته ولا اللهم واحده من قريباته، ربطت علاقه مع شاب يقيم القيامه ويقول له واش بدك تدنا لاختي، ولكن لما حلال عليه انه يدنا البنات الناس القاصرات
واخوات الناس القاصرات حلال عليه انه يدنا لهم. لهكا قلت لك انه القضيه والله ما هي مساله قانون ولا 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 هي مساله وازع ديني او غيابه، مساله مرجعيات اخلاقيه. علاش حنا يقولون انه حريتنا تبدا لما تنتهي حريه الاخرين؟ دوك ولا عنده في الدار في داره ما يسب ما يعيط ما يحترم باباه يحترم لما يخرج للشارع وكانه كلش مباح، لما نعرفوا انه للدار حرمه كيما للشارع حرمه كيما للمسجد حرمه، ربما في هذاك الوقت بالك اخلاقنا ترجع للطريق الصواب. ان شاء الله ترجع للطريق الصواب. هل توصل المشرع الجزائري الى صياغه مواد قانونيه لحمايه القصر خاصه من مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذه هي المعركة اللي بدينا نخوض فيها منذ أشهر نحن المجتمع المدني بالتنسيق مع عديد المنظمات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الطفلة بالدرجة الأولى. والله أنه أنا عارفة أنه الأمور ماشي كلها سواسية، ولكن أنه من الجبن ومن من قلة الرجولة لما تروح تستدرج قاصرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتلعب بعقلها. هذه البنت اللي مازالها تنوض الصباح وتروح لأمها توجد لها تلبس لها حوايجها وتنشط لها شعرها، تجي نتايا اللي عمرك 20 سنة ولا 30 سنة ولا حتى اللي عمرك 60 سنة باش نغطيو الشمس بالغربال، تلعب لها بعقلها مسكينة وتلعب على الوتر الحساس. روحي نشري لك حوايج، نشري لك تليفون، روحي معايا ندعمك في التيك توك، نبعث لك سبع، نبعث لك الديابة. ولكن هنا يبدا المقابل. ما هو المقابل؟ اما انه يبتزها ماديا مره اخرى ويعلمها حتى تسرق الذهب تاع يماها باش يسكت او يصمت على خطاها وما يهددهاش، او التحريض استنى، او التحريض ايضا على الفسق وفساد الاخلاق، او يحرضها انها تدخل في جوالات اخرى مع اشخاص وقت اخرين. ويكون هو المستفيد. هي ما هي بسمعه، ما هي بشرف، ما هي بقرايتها، ما هي بقيمتها قدام باباها وخاوتها قدام يماها قدام مجتمعها قدام صديقاتها. وهو يربح على ظهرها الملايين واحيانا الملايير. احنا هذا القانون اللي طلبناه وهو الهدف ديالهم، وهذا هو الهدف اكيد. لانه علاش هدفه مادي بامتياز والهدف الاخر؟ انا قلتها مره مش عارفه اذا الناس معايا ولا حاسه انه في مخطط باش يدمروا اولادنا اللي قال عليهم رئيس الجمهوريه هما قاطره المستقبل يا ناس. رانا نكبروا ورانا نربي ورانا نحيها من لحمنا ونكسيوهم. تلقاي الاب ولا الام تقول لك الله لا كليت الله لا شربت، ولكن يا بنتي كولي وشربي باش ما تحسيش بهذاك الحرمان اللي تديه من جهه واخت اخرى. ومع ذلك والله مسلكنا نحن في حرب حقيقيه اذا ما درناش قانون لاخلقت هذه المواقع، اذا ما سعيناش كلنا كمجتمع باش نعطيه باش نوضعوا حد لهؤلاء ممن يسمون انفسهم بالمؤثرين. ودائما نقولها لرب العالمين خلقوا فرق. مش كل واحد مؤثر معناتها سلبي، لا كاينين مؤثرين ايجابيين. بالعكس يعطيو دروس لاولادنا وبناتنا باش غدوه من غدوه رانا نرى نقول لبنتي شوفي هذا باش غدوه من غدوه تولي كيما البنت هذه ولا تكون كيما الولد هذا. كاينين ناس ايجابيين، ولكن السلبيين انا قلتها لك اللي ما رباوهش والديه لابد انه القانون يربيه. على وعسى نوصلوا في قادر الايام الى هكذا قانون ان شاء الله. يعطيك الصحه استاذه، شرفتينا بحضورك. كل الشرف لي، شكرا. نتلاقاو ان شاء الله في الاعداد ان شاء الله رب العالمين. الى هنا وصلنا بكم مشاهدينا الى ختام عدد اليوم من برنامج تحريات. ترقبونا في عدد قادم. الى اللقاء.